يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه فوز مهم اتحقق امبارح للنادي الاهلي على الاتحاد السكندري، والحمد لله رب العالمين لغايه دلوقتي محافظين على الصداره وكمان محافظين على اللا هزيمه حتى هذه اللحظه. مش فاضل لنا غير نقطتين اتنين مالهمش تالت على حصد لقب الدوري رسميا. تعالوا نتكلم عن طبعا منافسات الاهلي وتحدياته الفتره اللي جايه ان شاء الله مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك. صباح الفل يا كريم، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مرضي بالفتره الاخيره النادي الاهلي؟ جدا. اظن يعني ايه مصدر سعاده كالعاده. لا الحمد لله الحمد شفت ماتش امبارح ازاي بقى ورؤيتك للاداء؟ اكيد يعني البدايه كانت هايله، يعني بدايه انك تتقدم 2-0 في اول 12 دقيقه حاجه هايله جدا. ده كان بقى سلاح ذو حدين، الفرقه هديت شويه وطبعا معذورين لان انت بتتكلم انت دايس بنزين بقالك 9 شهور دلوقتي. صحيح والله فعلا. فطبعا اكيد بتلعب كوره 48 ساعه، ما فيش اي فرصه لاي حاجه. حتى مستر كولر نفسه كان بيقول ان انا مش عارف حتى اصلح الاخطاء لان ما فيش وقت. وقال ان هو يعني ممكن يكون التراخي ده ما كانش مقبول، بس انا مش قادر الوم اللعيبه لان اللعيبه فعلا خلاص يعني جابت اخرها يعني. لكن كان واضح حتى بعد الماتش الارتياح اللي على اللعيبه، وشفت الاحتفالات اللي موجوده رغم ان ده ما حصلش يمكن في اي ماتش في الدوري، رغم ان الدوري لسه ما اتحسمش رسميا، لكن اللعيبه حاسه انها مرتاحه، حاسه ان هم ادوا المهمه. فكره انك بتلعب ماتشين ورا بعض في اسكندريه، فرق يومين مع فرقتين طبعا زي الاسماعيلي والاتحاد، ماتشين مهمين وماتشين جماهيريين، فاكيد انك بدات الماتش كويس ده ريحك في بقيه المباراه. كان ممكن النتيجه تبقى احسن من كده، لكن المطلوب حصل، مهم حصل انك السفريه اسكندريه دي رجعت منها بالست نقط، خلاص فاضل نقطتين على الدوري ان شاء الله. يعني في 5 ماتشات باذن الله الامور في المتناول، يعني اعتقد موسم عظيم يعني، فان شاء الله يكمل بنتيجه او بالحاجه اللي احنا مستنيينها يعني ان شاء الله. طب فكره الدفع بفخري وقندوسي في خط الوسط مع ديانج، شفت المبدأ ده نفسه شفته ازاي ورأيك في أدائهم ايه؟ زي ما كنت بقول حكايه، هو مفيش للاسف احنا يعني فكره انك بتلعب كل 48 ساعه دي لازم الفرق كلها تبقى جاهزه، ودي الحاجه فعلا اللي مارسيل كولر نجح فيها بشكل كبير جدا. روتيشن بشكل هايل، وروتيشن انت ما بتحسش بيه يعني. احنا لو فاكر من فتره كده كان دايما لما بيطلع التشكيل الناس تقول لك لا يعني ليه فلان ليه مش فلان ليه كده، دلوقتي خلاص اي 11 موجودين ناس واثقه فيهم. صحيح. فاخر يمكن كان عليه انتقادات كتير فتره طويله، لكن امبارح انا شايفه من احسن لعيبه المباراه، قدم مباراه ممتازه في مكانه. فكره انك بتلعب دلوقتي الثلاثه، خلاص هو مستر كولر استقر على 4-3-3، الثلاثه اللي في النص ايا كان هم مين بيلعبوا الثلاث ادوار، يعني اللي هم لو بنسميهم كده بالمراكز الكوره 6-8-10، الثلاثه بيلعبوا 6-8-10 يعني. ديانج ممكن يلعب هنا ممكن يلعب هنا، امبارح فخري لعب شويه في الارتكاز السته، شويه لعب قدام، القندوسي نفس الحكايه. فلا الفكره ان المجموعه كلها طبعا الاضطرار في ان مروان عطيه ما بيلعب على طول بدون راحه، فكان محتاج انه يرتاح شويه، زائد انه كان عنده انذارين فكان برضو الخوف عليه شويه. رحيل حمدي فتحي طبعا اصابه السوليه، ففكره ان برضو فخري يكون له دور، وهو زي ما بقول لك امبارح كان من احسن لعيبه المباراه فعلا، ودي مش يعني الولد اتعرض لانتقادات كتير جدا لكن هو امبارح ادى اللي عليه وزياده. القندوسي الناس لسه مستنيه منه اكتر، لكن هو تدريجيا بيخش في التشكيله وبيخش في الفرقه. فكره انك تيجي في يناير برضو من دوري تاني خالص واول تجربه احترافيه ليك، ده بياخد شويه وقت على ما يبتدي ياخد على الفرقه، لكن هو امكانياته ما فيش عليها خلاف يعني. طبعا يعني هو محتاج بس انه يندمج مع الفرقه شويه، اعتقد تدريجيا بياخد وقت احسن. اعتقد لا الاثنين كانوا كويسين جدا امبارح، حتى يعني الناس بدل لما كانت بتقول فخري بيلعب ليه لما جه يخرج لما جه التغيير، لا طب انت بتخرج فخري ليه؟ فلا صحيح. يعني وده اعتقد دي اكبر شهاده ان هو امبارح ادى مباراه كويسه جدا. برضو من الحاجات اللي كتير من الناس واخدين بالهم منها الى جانب جوده الروتيشن اللي بيعمله كولر، فكره ان في والكلام ده الحقيقه لحد بعيد ينطبق على كل اللعيبه، لكن لو وقفنا عند لعيبه معينه هتلاقي ان في تالق ملحوظ طرأ عليهم او زاد معاهم بعد ما جه مستر كولر، حد زي بيرسي تاو، حد زي حسين الشحات، حد زي اليو ديانج بالمناسبه. فشايف سر الحكايه دي ايه؟ هو اولا الراجل فير جدا، يعني راجل عادل بدرجه 100%، لان احنا كنا شفنا مثلا في بدايه الموسم في لعيبه بعيده لما بتلعب وبتثبت نفسها خلاص بتتثبت في المكان ده وبتكمل بشكل كويس جدا، بناخد بالنا في مباريات ان بيحصل تغيير، مثلا لعيب بينزل بيختم المباراه بشكل كويس جدا فبيبدا المباراه اللي بعدها. ده بيدي يعني رساله للعيبه كلها ان انا مش فارق معايا اسامي، وبيصبر على اللعيب اللي عنده تحفظات عليه يعني. بالظبط بالظبط، هو زي ما بقول لك هو بيقول للعيبه انا ما عنديش اسامي، انا عندي اداء في الملعب، اعمل اللي عليك انت موجود معايا.
زي ما حضرتك قلت بيرسي تاو، الناس كان عندها تخوف كبير جدا بعد رحيل مستر موسيماني ان هو اللي جابه وهو ابوه الروحي وهو اللي اكتشفه في سان داونز، فان اللعيب هيبقى صعب بقى نفسيا وانه يخش فرقه. بيرسي تاو ادى موسم عظيم من نجوم الموسم مع الاهلي. حسين الشحات من نجوم الموسم الكبار جدا وادى اداء، وحسين كمان مع تغيير مكانه من اليمين للشمال ما فيش اي مشكله خالص، اللعيب بيأدي بشكل كويس جدا، اكتشف في نفسه حاجات جديده في الحته دي. محمد هاني مأدي موسم رائع واكتر من رائع، رغم انه بدايه الموسم كان اكرم هو الاساسي وهاني كان احتياطي، لكن مجرد اصابه اكرم هاني مثبت نفسه بشكل محترم جدا. اللعيبه الرجاله ومحمد جدا هاني جدا عامل موسم رائع جدا طبعًا. وتغير كمان في شخصيه يعني هيبقى واحد من كباتن الفرقه فعليا. يعني الشخصيه وشفنا للتبصيره دي كذا انعكاس في اخر كام ماتش للنادي الاهلي بالظبط، منها تبصيره الثبات الانفعالي بتاعه وحاجات زي كده، وقدره على التحكم في الذات. ما فكره انك تبقى كابتن فرقه الاهلي في الملعب مع الاسامي دي مش حاجه قليله، فانت لازم تبقى عندك القوه الشخصيه دي طبعا. ده بقى يندرج على كل، يعني لو خدت الفرقه واحد واحد هتلاقي كلها كده يعني متولي في وجوده يعني مع الاصابه دلوقتي، لكن هو في اثناء وجوده في ملعب قوي جدا. السوليه نفس الحكايه، وكلهم كمان انا كل اللعيبه دي غير الاداء اللي في الملعب الشخصيات القياديه اللي هم فيه. يعني انت دلوقتي بقى عندك الشناوي، عندك مهاني، عندك علي معلول، عندك عمرو السوليه، عندك محمد عبد المنعم، كل دول لعيبه مع اختلاف مراكزهم واختلاف اعمارهم كلهم عندهم شخصيه القياديه في الملعب. وده لما تلاقي الفريق كله بالشكل ده يحسب اولا للجهاز الفني. بس ده يصعب المهم على الكابتن بقى بتاع الفريق مش كده برضو؟ يعني مهمته مش سهله خلي بالك. بس طالما الروح، يعني انا اعتقد ان اكتر الحاجات اللي باسطه جمهور الاهلي الفتره اللي فاتت الروح اللي موجوده. لا وبعدين للامانه ما فيش لعيب بيتعمل معاه لقاء او بيدلي بتصريح غير لما بتلاقي دايما في شويه ثوابت كده، في انكار للذات وفي ايثار للفرقه بشكل عام، فدي برضو من الحاجات الحلوه والراقيه قوي في لعيبه النادي الاهلي. ما هو ده اللي فعلا زي ما بقول لك الروح اللي موجوده هي دي من احد اسرار النجاح واحد اسرار الموسم اللي انا شخصيا بعتبره موسم تاريخي للاهلي. فكره ان انت ان شاء الله يعني على بعد نقطتين خلاص الامور شبه محسومه انك تحسب لقب الدوري، فتبقى حسمت خمس القاب في موسم واحد، دي حاجه كبيره جدا محترمه جدا. كانت بتحصل لما كانت بتحصل مع الجيل الذهبي اللي بنقول عليه الجيل الذهبي في 2005 و2006، كنا بنقول ده جيل تاريخي وذهبي، فالجيل ده لا يقل باي حال من الاحوال عن اللي حصل ده. عنده لسه تحديات تانية والناس واثقه فيه جدا. الشكل الحلو حتى زي ما بقول لك في الملعب وبره الملعب، زي ما حضرتك كنت لسه بتقول الروح اللي موجوده في الاوضه في اوضه اللبس، الروح اللي موجوده في الملعب بين اللعيبه وبعضها. شفنا التسجيل اللي كان عامله الكاف من مباراه النهائي اللي جوه اوضه اللبس، اللعيبه بتتكلم ازاي مع بعض وبتحفز بعض ازاي. حاجه فعلا يعني اعتقد ان جمهور الاهلي بيعيش ايام سعيده جدا، مش بسبب النتائج بس، لا بسبب كل ده. لا الحقيقه يعني النادي الاهلي كمان، ويعني وان كان ده في اطار منفصل حبتين، بس النادي الاهلي اصبح ملهم قوي وعدى بقى القطر المصري، يعني بقى ملهم للانديه كتير والفرق كتير حتى الاوروبيه منها. يعني لو مش عارف حضرتك شفت الفيديو واحد من الفيديوهات الاخيره بتاع المرابع والناشئين بتوع ريال مدريد وهم بيحتفلوا باغنيه سطلانه ازاي؟ يعني فاهم قصدي؟ ما هي دي اللي يمكن بنتكلم فيه، القيمه المعنويه والقيمه التسويقيه للناس للاسف بتاخد الموضوع بسخريه وبتريقه. لا اديك شايف يعني حاجه مع كامل الاحترام والتقدير، فيلم ما عملش حاجه او ما عملش ايرادات كبيره بتاع، والموضوع كان في اطار تهريج ما عداش ال 20 ثانيه طبعا، لكن ال 20 ثانيه دول شوف وصل لغايه فين. صحيح. ده بيديك القيمه المعنويه للمكان للاسم ده، وفكره ان انت يعني انك لما كان جوارديولا هنا في مصر ولما قيل ان هو في المطار، لا ناس قعدوا اتفرجوا وقال له بيقولوا له ده الاهلي اللي هيلعبك في كاس العالم، فقال لهم وكل الناس دي قاعده بتشجع الاهلي، كل ده بيديك القيمه بتاعتك عامله ازاي. فكره انك موجود في كاس العالم لتاسع مره ان شاء الله وعاشر مره بعدها، فدي حاجه بتديك يعني برضو انك في العالم كله اسمك موجود، بغض النظر بطوله كاس العالم بطوله مهمه ولا مش مهمه، بغض النظر انت رايح تعمل ايه، انت اسمك موجود في كل مره بيذكر فيها البطوله دي. الحدث ده بتلعب مع بايرن ميونخ، بتلعب مع ريال مدريد، بتلعب مع مانشستر سيتي، بتلعب موجود في البطوله تشيلسي، موجود في البطوله فلامينجو، انت وجودك في المحفل ده مع الكبار مع كبار العالم، وانت يعني من كبار، انت يعني صحيح. سواء بقى الناس عاجبها او مش عاجبها، لا انت من الكبار خلاص. وايه اللي يخلي الناس مش عاجبها؟ هو في الاخر لما بيكون في كيان مصري، واخد بالك، هو في الاخر النادي الاهلي المصري، ولما يكون النادي الاهلي المصري ده بيمثل مصر في محافل دوليه مختلفه، طب نعمل ايه؟ وتمثلها نتيجه نجاحك، مش بتمثلها مجامله يعني، بتمثلها نتيجه ان انت متسيد القاره دي. طب تعالى بقى نروح للماتش اللي ليه وضع خاص جدا، واللي كالعاده ايا كانت الحسابات اللي قبليه كل ده كوم، لكن الملعب بقى يوم المباراه نفسها، طبعا الاهلي والزمالك قطبي كره القدم المصريه، وبرده توقعاتك ورؤيتك للماتش ده الدنيا هتمشي فيه ازاي؟
اكيد الماتش مهم ايا كانت زي ما حضرتك بتقول ايا كانت المعطيات يعني. هو لغايه دلوقتي واحنا بنتكلم كده هو قد يكون المباراه الحاسمه لحسم اللقب لو في حاله فوز الاهلي انه هو يحسم المفروض اللقب. ممكن بكره ما يبقاش خلاص يبقى مش محتاجها لو بيراميدز ما كسبش بكره يعني، اوكي لكن هتفضل طبعا مباراه مهمه جدا. وده كان واضح حتى امبارح يعني، لو خدت بالك كان في حوالي 6 لعيبه عندهم انذار تاني، كانت اللعيبه بتلعب بحذر جدا يعني. شفنا في اكتر من كوره بيبقى اللعيب مثلا هيدخل يعمل تاكل بعدين يفتكر انه عنده الانذار فبيهدى. طبعا الاداء حتى لما هدي شويه اللعيبه بتفكر اكيد في ماتش الزمالك. ماتش الزمالك ايا كانت اكيد المعطيات ماتش مهم اكيد جدا. طبعا. الزمالك ماشي بشكل كويس في الفتره الاخرانيه، ودي حاجه يعني اعتقد انت بتحب المنافسه فانت بتحب انك تواجه منافسك وهو في احسن حالاته يعني، طبعا فدي حاجه طبعا طبعا تقوي اكتر كمان من اهميه المباراه ده وقيمه منطق المباراه. عام لازم بيحكم الامور وبيحكم علاقه جماهير الفرق المصريه المختلفه ببعض. يعني المنافسه دي في الملعب، ودي احنا بقالنا من يوم معين على الدنيا واحنا بنتنافس في الملعب، طبعا وبره خلاص احنا اصحاب ونقعد نهزر مع بعض وكل يعني الماتش بينتهي في ارض الملعب خلاص. طبعا لكن اكيد الماتش واللعيبه نفسهم مهم. اصدقاء اصلا على طبعا فكره. طبعا اكيد، وبنشوفهم في المنتخب عاملين. شفنا لعيبه الزمالك لما هنت لعيبه الاهلي بالبطوله في المنتخب، الموضوع بسيط يعني، ما بلاش لا الافوره اصل اللي احنا احنا عدت علينا فترات على ذكر المنتخب يعني، فتلاقي مثلا واخد بالك ازاي، في ناس جواهم في اشاده بلاعب معين من لعيبه النادي الاهلي اللي من في القوام الرئيسي للمنتخب، بس مش هاين عليهم يقولوها لمجرد ان هو لاعب في الاهلي، واحيانا العكس صحيح. ازاي لا يعني لما يكون مثلا يعني سي لاعب من الزمالك مثلا في المنتخب وعامل شغل هايل لا نملك غير ان احنا نرفع له حقه قبعه، طبعا وفي الاخر ده حقه منتخب بلدنا. بالظبط. لكن زي ما بقول لك طبعا الماتش مهم اكيد، حتى لو كان معنويا مش فنيا، لان احنا خلاص بنتكلم يعني الاهلي قد يكون حسم البطوله قبل طبعا المباراه قبل اساسا. اللقاء ده نفسه. الزمالك اعتقد انه حسم مركز ثالث كمان وضمن مشاركه في الكونفدراليه، فالمباراه من الحسابات اللي هي بالورقه والقلم كده ما هياش اهم حاجه، لكن اكيد ماتش اهلي وزمالك مهم يدي حتى كمان دفعه معنويه في نهايه الموسم للفرقتين قبل طبعا بدايه الموسم الجديد. طبعا لان احنا بنتكلم خلاص، يمكن اعتقد الاهلي لو حسب الدوري ممكن اللعيبه تاخد راحه لغايه نهايه الموسم، لان مفيش وقت، لان هتخش بعديها على طول على السوبر الافريقي في دوري ان الابطال شاء اللي الله. جاي، وبرده الموسم الجاي ان شاء طبعا الله طبعا كالعاده زي ما اتعودنا ان موسم استثنائي كالعاده مستمر يعني ما بيخلصش. فاعتقد الفرقتين داخلين المباراه بمعنويات عاليه جدا، ومفيش ضغوط قوي من ناحيه النقط والكلام ده، فده ممكن يدينا احنا بقى استمتاع اكتر بالماتش يعني. في ضوء متابعتك للماتشات الفترة الأخيرة، إيه أكتر الأمور اللي مطمناك قوي فيما يتعلق بالنادي الأهلي؟ وهل في تحفظات ما عندك؟ هل عندك حاجات معينة قلقان منها وممكن تقلق منها أكتر في ماتش الزمالك؟ اللي مطمني ان زي ما كنت لسه بقول لك الفرقه كلها ما شاء الله في اعلى حالاتها، مش الفنيه لا المعنويه يعني. هما الفرقه واضح انها يعني عارفه هاديه، اللعيبه بتلعب بهدوء قوي، في حاله اطمئنان، في حاله تكامل او تماسك مع بعض كده. الفرقه كلها ما شاء الله يعني، اللي بيلعب واللي على الدكه واللي بره كلهم ايد واحده، او زي ما بنقول تكاتف مع بعض، في مقتنعين باللي بيحصل، مقتنعين بالجهاز اللي موجود، مقتنعين بالاداء اللي بيتعمل. النتائج الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا، كل البطولات اللي دخلتها السنه دي قدرت انك تحققها، يمكن ما عدا يمكن كاس العالم، بس كاس العالم انت هدفك فيه انك تقدم اداء كويس وعملت اداء كويس فعلا، فده مدي الحاله الاطمئنان وحاله السعاده اللي كنت لسه بحكي لك عليها عند الجمهور. ما اعتقدش في حاجه مقلقه قوي، لان زي ما بقول لك يعني خلاص انت عايز تختم الموسم. هو ممكن بس يبقى لو المباراه هي اللي هتحسم الدوري، وطبعا كونك تحسم لقب الدوري قدام الزمالك في الملعب في مباراه قمه، ده حاجه مهمه جدا، ممكن ده يدي بس شويه ضغط عصبي مش مطلوب انا يعني، واتمنى انه ما يكونش مطلوب، لان اللعيبه لازم تبقى فاهمه كده ان انت هدفك البطوله. طبعا البطوله انت محتاج لها نقطتين، فحتى يعني حتى لو الماتش خلص تعادل انت عايز نقطه من الاربع ماتشات اللي فاضله بعد كده، فلازم تلعب بهدوء اكتر، اكيد لازم تمتع نفسك زي ما دايما مستر كولر بيقول انزلوا متعوا نفسكم، لازم تفكر في الامور بمنتهى الهدوء، وزي يعني اتمنى ان انت تحسم طبعا اللقب عشان خاطر عشان حتى كمان اللعيبه تلحق تريح شويه تاخد جمله راحه متعوا شويه. نفسكم دي او جمله انزلوا عشان تستمتعوا باللعب في الماتش بتتقال من مدربين كبار لفرق كبيره، يعني برضو عايزين تفسيرها الحكايه دي، يعني فكره ان انت تنزل وتلعب باريحيه وباستمتاع وان ده بالضروره هينعكس بالايجاب وهيحقق لك الفوز. انت بترفع الضغط عن اللعيبه، فكره ان انت نازل دايما مضغوط، وان انت لو يعني لو انت عندك حاله ضغط نفسي دي وغلطت، اي حد بيغلط هتلاقي الامور وصلت معاك، ممكن توصل معاك للانهيار. في لعيبه لما بتغلط غلطه خلاص بتخرج من الجيم طبعا تماما،
انما لو انت نازل بهدوء اعصاب والموضوع بالنسبه لك في مش تراخي طبعا يعني اكيد بس انت بس ثقة يعني. مرتاح بالظبط واثق في نفسك مرتاح حتى لو اخطات لا هعوض الخطا ده ما عنديش مشكله. وده اللي بنشوفه مثلا في واحد زي علي معلول. علي معلول دايما لما بيغلط بتلاقيه بيعوضها بعدها بثواني لان هو لعيب عنده الهدوء عنده النفسي روح عجيبه بالظبط. فده لا طبعا المدرب لما بيقول للعيبه كده هو بيشيل عليهم الضغط بيصدر لهم ان انتوا لا انتوا خلاص انتوا عملتوا اللي عليكم او انتوا احنا واثقين فيكم واثقين في ان انتوا تقدروا تعملوه فالعبوا بقى بالراحه متعوا نفسكم. الكره اساسا لعبه للمتعه طبعا. اساسا الفكره ان الجمهور يستمتع باللي انت بتعمله فانا بوصل لك الشعور ده. وعلى ذكر علي معلول الحقيقه علي معلول قصه حب لا ده حاجه يعني وعشق من جماهير النادي الاهلي لعلي معلول ومن علي معلول للنادي الاهلي بالزبط. بجماهيره بفرقته الحقيقه يعني حاله استثنائيه علي معلول والروح اللي بيلعب بيها انا دايما حتى بقول انه لا يقل مصري عن اي واحد فينا بالظبط. هو يمكن دايما الناس تعودت على اللعيب المحترف ده محترف انا جاي طبعا. ولاقي للماده اللي انا بعملها او كانه أو جاي عقد عمل يعني عنده عقد بالظبط انا جاي ثلاث سنين مثلا اعمل شكل واطلع العب بقى في اوروبا طبعا. انا جاي عشان اخد قرشين ولو حد اداني اكتر لا هروح علي له معلول ده كانه لا متربي في النادي بالظبط مولود يعني في النادي يعني. انا عمري ما هنسى كان من حوالي ثلاث سنين تقريبا بيعمل حوار في التلفزيون التونسي وحد بيقول له يعني انت من احسن لعيبه في تاريخ تونس في المركز ده وكنا وزمايلك بيلعبوا في اوروبا فقال له انا بلعب في نادي ما يقلش عن اوروبا يعني ده رد بمنتهى التلقائيه قال له كده انا بلعب يعني. فهو ده واحد خلاص هو فعلا اصبح من علامات النادي الاهلي مش مجرد لعيب جه طبعا. لا وهيمشي وجمهور ما بيبخلش عليه بكل يعني الاسماء اللي بتدل على المحبه واسماء الدلع وعلول ومؤخرا نلاقي زيك فين يا علي يعني. ما الجمهور بيحس الجمهور طبعا بيحس ان ده طبعا برضو مش لعيب جاي يأدي اليومين ويمشي طبعا. لا هو بيحس بيه زي جيلبرتو دلوقتي لو تشوف جيلبرتو لما بيجي مصر في اي وقت الناس بتقابله ازاي صحيح لانهم حاسين بيه. صحيح وجيلبرتو نفسه لما بيجي تلاقيه بيحضر ماتش في انجولا ولابس تيشيرت الاهلي طبعا. هو خلاص بقى في حب وحصلت مع متبادل. فلافيو برضو في مره وفلاف زياره من الزيارات بالظبط وشاف محبه غير طبيعيه. هي الفكره في كده طالما الناس حاسه ان انت بتحب يعني طالما حاسس ان انت بتديني الشعور ده فانا ببادلك نفس الشعور وده صحيح. يعني عمر العلاقه دي بالذات عمرها ما بقى فيها كذب. طبعا الجمهور طبعا بيحس كويس قوي وعارف كويس قوي من القلب للقلب زي ما بالظبط. بيقول وبصراحه معلول يستحق حقيقي يعني يستحق فعلا مكانته دي فنيا ومعنويا 100%. طب تعال نروح بقى شويه للمنتخبات وشفت انت طبعا ماتش مصر والمغرب ماتش قوي جدا الحقيقه اكيد نهايته ما اسعدتناش قوي لكن اللي اسعدنا ان احنا راضيين عن اللي شفناه مبدئيا وشفنا لعيبه رجاله وشفنا لعيبه مطمئنه يعني تطمنا على الخطوات اللي جايه بالنسبه لهم ان شاء الله وتطمنا على المنتخب الاول بعد كده. فبرضو رؤيتك للمنتخب الاولمبي طب هي اول حاجه بس عشان الناس بس يعني حسيت ان في زعل زياده قوي. لا يا جماعه هو الجيل ده معمول عشان يروح اولمبياد يعني هو اسمه منتخب اولمبي عشان هدف منه انه يروح الاولمبياد فهو حقق الهدف طبعا. فهي طبعا ما نعتبرش ان هو طبعا كنا نتمنى ان احنا نفوز باللقب ونحتفظ باللقب اللي كسبناه في 2019 لكن الجيل ده حقق المطلوب منه فما تضغطوش على الاولاد قوي في الحته دي لا لان هم فعلا هدفهم هم حققوه بنجاح. النقطة الثانية قبل البطولة وقبل حتى مع تشكيل المنتخب كان في ناس كتير قوي بتقول ان الجيل ده قليل فنيا وان الجيل ده مش هيعمل حاجة وشفنا ناس كتير بتشكك في اللعيبه وليه جايبين مدرب اجنبي ومفيش حد مش كلام كتير اتقال كده. لكن مع الوقت الناس بدات تتلف حوالين المنتخب ده ودي اعتقد اكبر مكسب عمله الفريق ده ان الناس التفت حواليه. بس ما تقدرش تلوم قوي الناس اللي كان عندها تحفظات لان الناس دي اتعلت لفتره مش قليله الحقيقه وكانت بتجد ما لا يسرها فيما يتعلق بملف المنتخبات عموما بما فيها المنتخب الاول بقى يلا عشان الكلام يحلو صح ولا غلط؟ بالظبط ما انا عشان كده كنت بقول لك الجمله بتاعت ايه الناس التفت حوالين المنتخب ده. طب ده مكسب مش قليل لان احنا للاسف بقالنا سنين كنا المنتخب بيلعب والناس مش في دماغها بتمشي في الشارع ده مصر بتلعب دلوقتي ما حدش الناس ما بتتفرجش اصلا. ففكره ان جيل او الفرقه منتخب يفرض على الناس انها تتابعه بالشكل ده وتلتف عليه بالشكل ده مكسب كبير جدا لا يقل عن ان انت مكسب اللي انت عملته في البطوله. الجيل ده ممكن زي ما كنا بنقول فنيا عليه شويه تحفظات لكن اللعيبه مقاتله عملت اللي عليها يعني كل واحد طلع اللي عنده والزياده ده ادى اطمئنان عند الناس ان الجيل ده ممكن يقدر يعمل حاجه. الحمد لله زي ما بقول لك الهدف بتاع الوصول للاولمبياد تحقق ان شاء الله يبقى فيه نتائج كويسه في الاولمبياد معاهم جهاز فني محترم جدا. ميكالي بصراحه رغم ان ناس برده كتير انتقدت اختياره في الاول وده راجل عمره يعني ما دربش غير البرازيل منتخب البرازيل صحيح كسب معاهم الاولمبياد لكن ما خرجش بره طب هيعمل ايه معانا والجيل ده محتاج حد اتقل. في ناس شافت شفنا انه بمثابه جوارديولا المنتخبات الناشئين على مستوى العالم. هو عمل يعني الشكل اللي انا شايفه مع المنتخب انضباط فني وتكتيكي عالي جدا جدا بغض النظر عن امكانيات اللعيبه هو عامل يعني ايا كان اللي بيلعب الفرقه بتلعب بشكل واضح جدا.
فكره ان هو زي ما حضرتك كنت بتقول هو كسب الذهبيه مع البرازيل في الاولمبياد اللي البرازيل عمرها ما كانت كسبتها قبل كده. يعني البرازيل تشوف كل التاريخ ده عمرها ما خدت ذهبيه اولمبياد غير مع ميكالي. فهو لا انا شايفه راجل منظم جدا، راجل برضو عادل جدا زي ما كنا بنتكلم عن كولر، ما بيدي اللعيبه حجم كويس قوي، ادى زي ما بقول لك كمان اهتمام كبير قوي بالمنتخب. اعتقد ان شاء الله من دلوقتي لغايه باريس قدامنا حوالي 8 9 شهور دي يحصل في تجهيز بشكل كويس، يحصل الاعداد بشكل كويس للمنتخب ده، نستفيد. احنا عندنا شويه عناصر كويسه جدا جدا في الفريق ده على الصعيد الفردي، يعني حمزه علاء ما شاء الله حاجه محترمه جدا، لازم نقف عنده شويه الحقيقه. حمزه علاء حاجه محترمه جدا يعني جدا يعني طبعا. وللاسف كانت ناس كتير مش عارفه حمزه علاء لانه ما لعبش يمكن غير ماتش واحد مع الاهلي السنه اللي فاتت، لكن اعتقد خامه هايله محتاجه طبعًا. بس طبعا لان هو استمراريه، وان هو برضو اللي احنا للاسف ايه لما بيحصل مثلا نفترض ان هيحصل خطا، واكيد هيحصل خطا، الناس بتجيب من السماء للارض، لا الطبيعي ان اللعيبه دي في السن ده لسه بتلعب ولسه هتغلط كتير ولسه هتعمل شكل كويس، فالناس بس تبقى فيه شويه عقلانيه كده. عندنا محمود صابر مفاجاه حلوه قوي في البطوله كانت اللعيب ده، ابراهيم عادل طبعا هو جاب جول عالمي الحقيقه لا عالمي. والماتش اللي قبليه جاب جول حلو جدا برضه طبعا. فكره ان انت كمان المنتخب ده جايب اربع اهداف من بره المنطقه، ده احنا في الدوري كله ما بنشوفش اربع اجوال بره المنطقه صحيح. فكره ده واضح ان في شغل فعلا صحيح طبعا. ففي شغل، لا في شغل فني معمول في طبعا. شغل وفي امكانيات لعيبه حلوه بالظبط. فلا الجيل فيه اسامي كويسه يقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله نبني عليها تنضم للمنتخب الاول. ان احنا انا كمان شايف ان مستر فيتوريا بيعمل احلال وتجديد في المنتخب الاول بشكل كويس، فاعتقد انه هيعتمد على الناس دي. التجربه عموما رغم ان احنا ما خدناش البطوله صحيح، لكن حققنا زي ما قلت الهدف ان احنا وصلنا الاولمبياد، والتجربه عموما اعتقد انها تطمن الناس على المستقبل شويه ان شاء الله. جميل. طيب تعال بقى نروح شويه للدوريات الاوروبيه وتحديدا للماركاتو الصيفي واخر الانتقالات ونجوم العالم اللي سابوا اماكنهم وراحوا اماكن يمكن في بعض الاحيان ما كانش حد يتخيل ولو للحظه ان اللعيب الفلاني ده هيبقى بيلعب في الدوري العلاني. يعني شايف الانتقالات ازاي والحسبه اللي كل واحد حسبها من نجوم العالم في قراراتهم بالانتقال لدوريات غير اعتياديه بالنسبه لهم؟ طب هو يمكن الحاجه اللي الناس كلها قاعده مستنياها دلوقتي مبابي طبعا، كيليان مبابي ده، لان الشد والجذب العنيف اللي وصل لمرحله العنف بينه وبين باريس سان جيرمان. هو طبعا مبابي عشان الناس يعني هو عقده مستمر لغايه نهايه 24، وكان في شرط في العقد ان هو يجدد سنه كمان ل 25 لكن لازم بموافقه الطرفين. هو مبابي طلع فجاه من غير حاجه كده، انا مش هعمل الشرط ده. طب انت كان ممكن تستنى وتقول هو عادي. هو ايه حكايه لعنه بي اس جي؟ هي فكره ان مشروع بي اس جي نفسه ما كانش واضح، يعني انت عمال تجيب في اسامي رحت وارقام خرافيه يعني رحت جبت نيمار ب 222 مليون كسرت الشرط الجزائي بتاعه، رحت جبت مبابي وهو 17 سنه ب 180 مليون من موناكو، فكانت حاجات ارقام خزعبليه كده. والفكر او ميسي لا هات ميسي، راموس عقده خلص هات راموس. طب كل دول حقيقي عشان ايه؟ عشان حلم الشامبيونز ليج، وفي الاخر انت بتطلع من دور 16 في الشامبيونز ليج ما بتكملش. ده كان غريب جدا، هي مره وحيده اللي وصلت الفاينل في 2020 وما خدتش البطوله. فالمشروع نفسه مش واضح، يعني انت فكره برضو انك يعني لو فاكر ريال مدريد في 2002 اعتقد لما برضو جاب زيدان وفيجو وبيكهام وفي الاخر ولا حاجه، لان هو الفكره هي الكوره ما هياش اسامي، ما تحطش اسامي بس، لا انت لازم تركيبه كامله. طب وهارموني بين الاسامي دي بالظبط، تركيبه باريس سان جيرمان مش ماشيه يعني. امبابي المشكله الرئيسيه ان هو دلوقتي عايز كل حاجه، يعني هو عايز يروح ريال مدريد وده حلمه من صغره، وفي نفس الوقت مش عايز يخسر فلوس باريس سان جيرمان، فهو عايز يقعد الموسم ده ياخد ال 150 مليون او 90 مليون عقده وبعدين يروح ريال مدريد ببلاش. طبعا باريس سان جيرمان بدا دلوقتي يتكلم في ان هو الموضوع ده مرفوض، انت يا اما تجدد العقد يا اما تتباع دلوقتي. هنشوف اللي هيحصل اليومين الجايين الموضوع هيوصل لفين. الموضوع وصل لمرحله بقى كمان ان هو امبارح في حوار مع فرانس فوتبول بينتقد النادي، بيقول ده نادي مفكك في النادي من الناحيه الثانيه. قال اتسال ليه بي اس جي ما خدش، خلاص ما دي ارهاصات رحيل مالهاش حل بالظبط. هو يعني سأل ليه صعب يبقى في استمراريه طالما العلاقه يعني الموضوع وصل فعلا يعني بسرعه لمرحله انهيار في العلاقه بشكل كبير. وده حصل مع كريستيانو رونالدو في وقت من الاوقات برضه قبل ما يسيب بالظبط، لما اتفسخ عقده برضه طلعوا يعني يلقحوا على بعض. دي طبعا مش حاجه لطيفه، يعني انت فكره انك تمشي من النادي مش معناه انك تقطع كل علاقاتك بالنادي طبعا. النقطة الثانية اللي حضرتك بتتكلم فيها موضوع الانتقالات للدوري السعودي تحديدا عشان نبقى واضحين، يعني هي يمكن بداية الدومينا كانت مع كريستيانو رونالدو. فكرة انتقال كريستيانو رونالدو من مان يونايتد إلى النصر، وطبعا ما كانش من كان فسخ عقده اوريدي مع مانشستر يونايتد قبل كأس العالم،
الناس كانت بقى مستنيه هل دي خطوه ولا ده بس نجم كبير راح وهيبقى موجود هناك كشكل تسويقي وكده. لكن اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا واضح ان زي ما بقول لك ده كان دومينا، هو اول حجر اتخبط. ده كان هو اول الغيث بالظبط. وبعدين طبعا. شايفين بقى دلوقتي كريم بنزيما، انجولو كانتي، ادوارد مندي، فيرمينو. الموضوع اكيد مفيد جدا للكره السعوديه، اكيد مليون العين في بقت المية هتبقى طبعا هايله على الدوري السعودي طبعا. من الناحيه التسويقيه، القيمه التسويقيه عماله تعلى للدوري. دلوقتي اصبح في لعيبه حتى مش اللي بينهوا مشوارهم، يعني احنا بنتكلم في كريستيانو مثلا، بنزيما، كل دول الناس دي في نهايه مشوارها، فيرمينو نفس الكلام. لكن بيفنشوا. بدانا نفكر، بدانا نشوف واحد زي برناردو سيلفا اللي لسه طبعا. قدامه طبعا. كتير، واللعيب من اهم لعيبه مانشستر سيتي، لكن بدا يفكر في عرض الهلال. نشوف واحد زي رياض محرز بدا يفكر في عرض الاهلي، لان اعتقد الدنيا بدات تاخد منحنى تاني شويه. التجربه هتستمر ولا لا، ده بقى هيتحكم عليه في خلال موسمين ثلاثه، لان هي التجربه مش معتاده. احنا شفناها يمكن في الصين، شفناها في طبعا. قطر، بس ما كملتش قوي، وكانت برضو لعيبه رايحه في نهايه المشوار. احنا دلوقتي بنتكلم في لعيبه، لا، في لعيبه في نهايه المشوار وفي لعيبه لسه في قمه المجد. يعني هو انت الاولى، يعني هفترض ان انت راجل صانع قرار في الحته دي، تمام؟ الاولى ان انت تصرف هذا كم من ملايين، ولو جمعتهم هيبقوا مليارات اليوروهات، عشان تجلب اهم واتقل واعظم واشهر اسماء لعيبه كره القدم في العالم في الدوري بتاعك، ولا بربع القيمه دي تفوق اللعيبه بتاعتك وتصنع انجاز التعبير نجوم مستقبليين محليين؟ بص، هي مش اولى، هو الاثنين مطلوبين، لكن اكيد الاستثمار الاكبر لازم يكون في انك تبني قواعد، يعني يبقى عندك قاعده للدوري ده تبني عليه، بعد كده قاعده تسويقيه، قاعده ملاعب، قاعده اجهزه فنيه بتاخد محاضرات على اعلى مستوى، قاعده نظام كامل تسويقي وكروي وفني وكل الكلام ده. لكن هو الحقيقه ده بيحصل، يعني هو فعلا اعتقد الاتحاد بالتوازي يعني. السعودي بيعمل ده، وحتى على مستوى الكره النسائيه لما جاب ناس محترمه جدا بتعمل الكلام ده. لكن اكيد العين كلها بتروح للنجوم، يعني هو طبيعة يعني الحال. بالظبط، يعني هو اكيد ان انا لما لو انا بعمل حتى كل ده من غير ما يبقى عندي كريستيانو رونالدو وبنزيما وكده، الناس مش يعني محدش هيحس باللي انت بتعمله ده بالظبط. اصلا. فهو زي برضو قلت لسه، ولكن التجربه هيتحكم عليها بقى الايام الجايه، هل ده هيبان توازيا مع ده؟ وده لو فعلا حصل يبقى انت بتعمل طفره عظيمه جدا، وهيبان اثرها في الفتره الجايه بشكل كبير جدا. خلي بالك كمان على مستوى التنظيم، السعوديه هتنظم كاس اسيا لاول طبعا مره في تاريخها، طبعا طبعا هتنظم كاس، بتسعى طبعا. دلوقتي لتنظيم كاس اسيا للسيدات كمان. فانت جميل بتتكلم حتى على المستوى التنظيمي الامور بتختلف تماما. حلو. عندهم دلوقتي ملاعب ما شاء الله، يعني كنا زمان بنتكلم على ملعب الملك فهد بس، دلوقتي لا، في ملعب الجوهره، في ملعب اللي هو اللي هيتلعب عليه كاس العالم للانديه في جده، في لا كمان اهتموا بالبنية التحتية بالظبط. الحقيقة، فهي الحقيقه هي ماشيه توازي، والمنشآت وكده. هي ماشيه بالتوازي. بس انا كنت لسه بقول لك بقى هنوصل لحد فين، يعني هنكمل لحد فين. انا شخصيا اتمنى انها تكمل بشكل ناجح، يعني أكيد طبعا، ما يعني أكيد كلنا نحب الخير للمملكة العربية السعودية بطبيعة اكيد الحال. طبعا. لو كنت أنت مكان ميسي، كنت هترفض هذا العرض السخي جدا قوي خالص اللي اتعرض عليه، وتروح على إنتر ميامي في أمريكا، ولا كنت هتعمل حاجة تانية، ولا إيه؟ بص، هي ميسي يمكن الموضوع اختلف ان هو جات له وهو خلاص مش عايز حاجه، يعني بعد ما خد كاس العالم بقى خلاص انا مش عايز حاجه، انا هلعب لي سنتين ثلاثه كده فور فن يعني. فهو فكر بتفكير بره الكوره شويه، هو فكر بتفكير ان هو انا عيلتي هترتاح فين، انا مش عايز نمط ضغوط. الحياة نفسه، بالظبط، اللايف انا مش عايز ستايل. ضغوط فين، لان خلي بالك الناس كانت بتقول لك مفيش ضغوط في السعوديه، لا، انت شفت نفسك كريستيانو كان ازاي بيتعصب طب وكان ازاي عايز يكسب كل لا، حاجه. والضغوط هتزيد بقى بعد كده كمان، بعد نجوم العالم لما هي بالظبط، طبعا دي طبعا نقطة، مفيش لأن شك. هو هو مش عايز يلعب، هو عايز يلعب بأريحية بقى، بالظبط الشوية الدوري اللي فاضلين اللي له خلي دي. بالك الناس برضه عمالة تقول لك انتر ميامي ده الأخير في الدوري، ما هي مش فارقة لسبب بسيط، الدوري الأمريكي دوري مقفول، يعني لا ايوه في صعود ولا هبوط، هي ايوه مجموعة أندية بتلعب بعض وخلاص. طبعا. فهي ماشي طبعا، أكيد لازم يبقى في طموح انك تاخد لقب أو تاخد الكلام ده، لكن هو ميسي ما بقاش عنده، خلاص هو قفل الجيم زي ما بنقول كده بعد كأس صحيح. العالم. فهو واخد الموضوع إن أنا عايز أرتاح، ودلوقتي بيجمع أصحابه بقى. كانوا بيريتاير، بيتقاعد، بس بالظبط من غير ما يتقاعد يعني، بالظبط. يتقاعد او يعني انا بلعب فور فن فقط لا غير، طبعا. وزي ما بقول لك دلوقتي بجمع اصحابي بقى، جبت بوسكيتس وجبت البا، وفي طبعا. كلام ان سواريز جاي، ان هو ايه احنا الشله يقعدوا قعدة بتاعتنا حلوة في هنقعد في ميامي مع بعض كده وننزل نلعب ماتش كل اسبوع اصل هو وخلاص. اللي خلى ناس كتيرة تستغرب وتندهش فعلا العرض العرض نفسه كان رهيب يعني، خيالي يعني. قوي. فلكن زي ما بقول لك، هو فكر في دي، ان هو انا عايز عيلتي تبقى في مكان مرتاحين فيه، ما بيفكروش في حاجه بقى،
ومن الناحيه الثانيه انا مش عايز ضغوط، يعني مش عايز بقى نلعب في دوري تنافسي بقى وقدامي كريستيانو والمقارنه ترجع تاني بيني وبين كريستيانو وبنزيما جه ومش عارف ونخش في المقارنات وماتش بيلعبوا بعض ومين اللي هيكسب وده جاب كام جون وده جاب كام جون وده الكلام ده بقى هو قال لك لا ايه طبعاً. انا خلصت انا اقعد ارتاح السنتين دول وخلاص. لا هو الحقيقه خلص وعمل اللي عليه وزياده يعني ما سابش يعني شكل من اشكال امتاع الجماهير في العالم كله غير لما عملها الحقيقه بالظبط. وده على فكره ده برضه انا مش يعني ده مش معناه ان هو اللي صح وكريستيانو لا، انا بس بشرح هو واحد ليه حسبته ده فكر ازاي وده فكر ازاي. انما في الاخر اكيد ما يعني هي مش مقارنه، هما الاثنين عملوا هما الاثنين قفلوا الجيم اساسا يعني هما الاثنين عملوا كل حاجه يعني. مليون في المية. انا بشكرك شكرا جزيلا نورتني في حلقتنا النهارده. شكرا لحضرتك ربنا يخليك ومبروك للاهلي وان شاء الله مبارك بالدوري بقى الاسبوع ان شاء الله باذن الله. بعد الدعوه الحلوه دي نختم، مفيش كلام تاني يتقال بعد كده. بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.